siyaasada arrimaha dibadda markaan u imaano ee Mareykanka mesela waa waxay u kala baxaan laba siyaasadood siyaasad sugan oo degan oo isbedelin iyo mid isbedbedesha marka waa taamida isbedbedesha sawa taamida sugan oo aanay isbedelin buugan baa lagu qoray aad u far badan een waxa la dhahdaa nin baa ku qoray masabit wal mutahawil fi siyaasat alkharijiyya alamrikiyya maxaa sugan maxaa isbedelaa siyaasada arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waa buug muhiim buug ah nin kale wuxuu ku qoray siyaasada kharijiga amerikiya kayfa gayrat alalam siyaasada arrimaha dibadda ee Mareykanka sidii dunida u bedeshay waxaa jira buug cusub oo imika soo baxay oo la hado siyaasada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo mufakirinteeda isra'ashi okay صدق حبوق ما سواخي عجيبة يا صباح خرطة محا ثابتة خبارة دقاء روحي أركيان صدق حالي موضوع من مرايك سياسي زاري ما دي بده السوغن السوغن ونس بدلين نول بنا وكو شقيا سلو لكن او شقيا نياك لدوني وإلا ليا دي والبا تاسمي عنه دي وحاوي مركا وسو قلايا دور شد هدور وحو كسو قلايا وحيا بس انو حكا بدلايا لكن ما نكلا دور تو كرسي بسوا فرستو وحال هر دي قايا استهاس اني سيس بدلين سيدي سيحان سا ونكو شقيا نايا حاكو كعبة قانا إسرائيل حماية إسرائيل يا من الزوال واو إن إسرائيل زوشو إلا إلى عليو يا كرتي إبقاء إسرائيل أن تكون أقوى دولة في الشرق الأوسط دولة أقوى حقوق قوين بريحة إن أهاتو إضعاف أعدائها هذا كذا ضعيف إلا ضعيفه كل هذا استراتيجية ثابتة كرتي لابد وإيش شغال من كستوي ما دارت أو بشغلة وحيرمان دور شاكو سوكلا أكو سوكلا كرتي أرنت الله بعد وحوين الأمن القومي ناشنال سكوريتي ناشنال سكوريتي أمن قومي يا وطنك مريكنك لا ما قول كرتو لا ما قول كرتو سؤال بقى مركات هلا أمن قومي يا مريكنك وأهلك وصدح حدود بولي مريكو صدح حدود بولي حدود جغرافية ولو اعتراف سيهاي وهذا كان ذكي حيت هذا المكسيك حيت ولا يقان هذا الأتلانتيكي هذا الباسيفيكي ولا يقان كاسي حدود جغرافية حاجة واحدة بيري هيسا حاجة واحدة الحدائق الخلفية سو جورو بير ملاي حق غورك قطها لي قضاك قطها جوري هواوين وقصور صو ملاي الحدائق الخلفية جرتها أمريكا الشمالية كندا بابير سوسيلي نيك كندا تاوضة مراكب وطابت نيك مكسيك صدونتا مراكب وصدونتا نيكا جنوب امريكا يمادا كوبا حتى امريكا يمادا وصادونت بكلر بالتوري غادي بري لاجل كوبا مركا قارد امريكا سو دتاي امريكا سي قومي هو ناشونال سيكيورتي وطو يس حدود صدح هذا بحي ما شدنت امريكا كو اي ادوكا كتالو وحدود دي سويا او ناشونال سيكيورتي وكتر اي امن القومي وحاي كوليهن تنتهي حدود أمريكا حيث تنتهي مصالح أمريكا. أنترس كمريكو ماشي وكل ما عضو حدود يسوق بيتها. سو باسبور كمريكا كوسي أدوات يتعامل لها. سو كمقر نقف كباسبور كسيتا. وحاول دقائق دون أسطول كبطة. هذه لا تعرف سوما. حويا تاسي واسكير هذا الواسكير وصحيح بينما نقطع. لكن دنت مريكا كماشي أي تعال هذه لا تعرفه. استول كم بريك ودار يا كويت بركي لا تابته العراق تابته ما حدا ودار بريك مركا كويت ما هي لا اذا وقت صد هذا الشيء كدوم مركا طلبات يلا الهلالي وامن قومي وسكو وفقسين كرتي اريد صد هذا يلا الهلالي وحويان واس وان غاسكا بترولكا يو وحي مشتقات كيسه لا سو صارو سوقيسا ماشا وكسو بحيو يا لعته لو كلا غدانيو ولا دولارات دولار كسوك واحد كلا هدي لا لا كانوا ولا دمان سوس تبردت أما سوق قداف ودنت هدي لا هذا القاد العكلة وأكيد إمك روش كل مريو ده بس بيننا يا شيني مركا دولار كا و و و والله والله ما تابتان أو كحر البترول كا يقاسك لأن مريكا هو بحنا قاسك خليجك لكن واحد لو كلي بسني وبهي عقدت لوكي بسنين الدولار نقطة مهمة. إن الدولار نقطة. مركا صدح راس. هي رجع قاركود.
arkayaan waxa jirta buuga imkaan sheegay ninka Walter Ressley Smith la raado oo yiri siyaasadda arimaha dibadda ee Mareykanka si adduunku u bedeshay waa ajeeb wuxuu waa afar xaraf ninka fahma siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka fahmaya afar xaraf maayeen afar xaraf xarafkooda waxa la raadaa Hamilton si Hamilton si siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka waxay waxa sameeyay ninkii aqaanay ee Mareykanka xukumi jiray ee la raado Alexander Hamilton Alexander Hamilton wuxuu yiri siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa xukuma C xarafka C C waa maxay waa commercial baa mushtariyo yes wuxuu yiri dawladdi la oran jiray Ingiriiska ee aad qoraxdu ayna ka dhacayn dawladda maxay ku qabsatay dhaqaale dhaqaalaha maxaa asal u ahaa baa mushtariyo ganacsiga ganacsiga waa inuu Mareykanku ilaaliyo waliba shirkadiisa ninka ganacsiga Mareykanka taabta Mareykanku taabta siyaasadda Mareykanka dibadda waxa ku ganacsiga xukuma marka xarafka C waa ko xarafka labaad waxa iska la Wilson ninka loo dhigay Woodrow Wilson ninka loo dhigay ninkaasi wuxuu yiri xarafka xukuma waa D D waa maxay waa dimuqraadiyad wuxuu yiri adduunka waxaan la saaxiibnaa dadkan isku qiyam karaa وأنا تحالفنا وأنا فافنا قف كوري مادنا وقرعنا مركز سدح شما فافنا بل ديمقراطية حقوق الإنسان كسر أكو أركينه إيو أفكار الليبرالية تصدحات وحا إسكالي جيفورسينيزم وجيفورسن جيفورسن سوق محولي أنك مهم نوماها أدون كينا كشقينه ديمقراطية مرايك إلى نجحنا نوعها wat fatima kaasina waxa ku waa ee duu amhay waa gudaha enter aha danaha gudaha yaan waxa ku ma sax xarafka waxa ku ma arimaha dibadda sax toogu dambaysa waxa hale ninkii la oran jiray Jackson Lison martay muxuu isagu aaminsan yahay isagu waa madaxweynihii maratay toddobaad ee Mareykanka waa aabaha Trump waa ooga Trump al-inizaalu an ad-dunya adduunka faraha ka qaadno wuxuu ku leeyahay cish wuxuu الناس ay yeeshoon America first marka America walaal Trump meesho ka keenay doodo nimood baka awgi kaasina isaga waxa muhiim ah waxaan in adduunka anaka muhiim ah waas ku filan ku leeyahay xoogeyna hadaan isticmaalo qaarada America ku filan maxaa mashaakil kan adduunka aan si gaar ah dibeynaa marka siyaasadda Mareykanka ee dibadda een kuwaasna way xukumaan marka waxaan arkaynaa arimahaasi waa maxay waa sababta maxay isbedelay marka laba shay ma isbedeshay waxay isbedeshay at-tawdhif wal-istikhdam tawdhif waa maxay sidee arimaha loo shaqaysiin ako sidee baana loo istikhdamiyo adduunka looga iibin tusaareyaal تسويق ماركتك ايش بدري اه مثلا جمهوريته حد يجر واحد كشكيان قيمك فال ارض امريكي وين قيمك امريكي وين كشكيان اه فاليوز بينهم ايوه دين كحرايا كحرايا دقاله كحرايا حو كحرايا مارت تكساس انك دوجنا فلانتا كحرايا كوفيد كحرايا كوبايجي ما بعرف كل هذا امريكا العظيمه امريكا كونوا استعمالها السياسة النعومة سياسة دقن يستعمالها ديمقراطية إيبيا الليبرالية ديمقراطية دقنها شها إيبشا إذا مدى مرايكنك كما دقوا مارت وقود دوكا لغو الله وحوكا دقا إذا ما حق دمجوغا تتكا إسلايا حرادة كلينتون حوكا دورا بوش إذا مدى سيبا لسول إنجري كل واحد لكيني قبور طل سيدو كليتون محمد سيف سوري اسكو دراي افغانستان اسكو دراي سوالو دبل بلاك سمي وحاسو دمو كشقي marka waxay ku kala duwan yihiin habka loo adeegsadayo isticmaalka بس wax isbedelay sawaabid waa sawaabid ولذلك wasaaradda arimaha dibadda ee Mareykanku waa wasaaradda ugu dhaqdhaqaaq badan had iyo jeer waxa sab ma fadhiisto diyaarad bulsho ah wasiirka arimaha dibadda Mareykanku uu daala dadka marka ay fasax markay ka soo laabaan waxa ku dhaca marad la yiraahdo marad al-faraaq wuxuu qabtay waayaa
nin diyaarad uu saarnaa oo shaqeynayay ba markuu shaqadii ka baxay aqalka aad laga soo saaro meel uu tagu doonaa la wareera ah oo guduule adduunka uu marayay markaasii qofkaasi wax weyn maxaa loogu sameynaya waxa loogu sameynaya wixii uu sidaa marketingki iyo adduunka ka soo iibinaya laakiin wuxuu ka soo iibinaya sababtaa ka soo iibinaya isbedelay ee mareykanka uu leeyahay kaartay oo ka baxay ee shaq ee siyaasadda arrimaha dibadda midtana ee mareykanka maxaa xadidaa iyada waxa xadidaa ma jiraan okay waxa su'aal saddex su'aal baa noosoo gashay siyaasadda maxaa xadidaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo xadidaa maxaa xadidaa waa shay iyo xadidaa waa shay weeyaan su'aashada dhaxadi waxa weeyaan sidee loogu bedelaa istaraatiijiyadkan siyaasad muxaddada istaraatiijiyada waa weyn tahay sidee loogu bedelaa siyaasad limited ah oo aan dheerin okay siyaasadda mareykanka maxaa xadidaa dagaalkii labaad ee adduunka markii laga soo laabay siyaasadda mareykanka maxaa xadidayay ilaa iyo 70-kii waxaa xadidayay la dagaalanka ruushka ka hortaga shuuciyadda burburinta shuuciyadda dadka in laga dhaadhiciyo nidaamka shuuciyadda uu yahay waraabi xun oo soo socda taaba xadidaysay 70-kii ilaa 90-kii maxaa xadidaysay siyaasadda mareykanka waxaa xadidayay in adduunka loo diyaariyo mondial globalizationka awalaba soo socotaa tijaaro xora suuq xora suuq isku furan adduun baa furmaya internet baa soo socda waana la waal wareeray adduunka 90-kii markii la soo galay ilaa iyo 2010-kii maxaa xadidayay siyaasadda mareykanka dibadda waxaa xadidayay waxaa dhacay ruushkii islaantii khatarta ahayd taajir luney waxay tiri waxaa soo socda cadow islaam la dhahdo marka awooddii mareykanka iyo gaar waxa loo jeeday dhakan waxaa soo socda cadow weyn bay islaam dhahdo dadkii waa lagu kicinay marka waa xadiis taas markii dambe dhacday 11-kii Sebtembarna waaba kan waxa sheegaynay sida xadiday oo in lala dagaalamo dad mucayana lala dagaalamo Afghanistan la weeraro Ciraaq la weeraro oo maxay la weeraro Yemen la weeraro Soomaali la weeraro iyada xadiday ma fahan markaas marka siyaasadka mareykanka waxaa xadida dhacdooyinka dhacdooyinka dunida ka dhacayahay way xadidaan waa kow laba waxaa xadida waxa loo yaqaano cadowga istraatiijiga amba xoog amba dhaqaalaha iminka waa ruush iyo maxay iyo jayna waa laba cadow way xadidaan waxaa kaloo xadida maalqabeenada aragtidooda caalamiga ah way xadidaa way xadidaa waxay ku xadidaa sharikaadku matalan waxay arkayaan in shiina la tago siyaasadda arrimaha dibadda maxaa xadidaa in shiina la saxiibo goor bay dhacday 90-kii shirkadii oo dhan baa shiina u wareegay hindiyeyo iminkana shiina wuxuu noqday cadow maxaa marka la leeyahay shiinaha kula beritirno asia yurub ba ka celinno marka maxaa xadidaysa markaa waxaa xadidaya ragga maalqabeenada aragtida ay ka leeyihiin samaynta lacagta caalamiga ah marka shirkadaba sharikaadka u sheegaysa wasaaradda arrimaha dibadda waxa la marka ma haya siyaasadda muhaddida oo taaba ka mid ah iyo samay marka wasaaradda arrimaha dibadda maadada labaad ee dastuurka mareykanka waxay leedahay waxaa sameeya madaxweynaha madaxweynaha shaqada iska leh wuxuu la tashadaa golaha baarlamaanka iyo majlisa shuyuuxa markay isla tashadaan waxay isku waafaqaan iyo dabaqaan mid cajiibka waa waa inuu isna helo saddex meelood laba meelood marka bay xadiyaa sadaa arrimaha dibadda inuu qanciyo weeyaan marka wasiirka arrimaha dibadduna muxuu sameeyaa uu hirgeliyaa u fuliyaa marka man iyo sanaca siyaasada khaarijiya man dibadda tii hore waxay siyaasaadka tanna waa iyo iyaa sameeya marka bay muhiim tahay doorashada madaxweynaha mareykanka waxayna muhiim ku tahay cilaaqaadka dibadda waxay muhiim ku tahay lacagta iyo xoolaha waxay muhiim ku tahay gudaha waxay muhiim ku tahay amniga waxaas oo dhan waxa gacanta ku hay ninkaas waxay muhiim ku tahay sirta nuclearka waxaa loo dhiibaa madaxweynaha kowdaha walidaalika waxaa yaab lahaa dadku way iloobayaan markii dhaweyd ee Trump ugu dambeysay ee laga baqay inuu wax weyn sameeyo oo shiinuhu yidhi war uu tuuri karaa ee ruushku uu tuuri karaa waa laga qaaday soo madaxweynaha laga qaaday asoo madaxweynaha laga wareejiyey soo looga wareejiyey labarka la bedelay
ما حاش الوجود حقوق جنات لبرك دور العميقة دور الد عميقة هوجته ويبدش وعوجتة لبر شقيرين هذول هذا لبرك هذا الطور وكذا عينك واحد طور ما يبعده والجوري والعصري والقرط ما ولذلك كمان دويته سنتها ما رثي اللي ترتميسة كمان ما حيتري وحيتري هذو صباح دور الد مريك وين بديسي عبسين وجزء دوم الحين نروحه دور دمريخو وين ندشته تدكوا عيك أخنيين ما حد عكرا بتقال سكيا ما ما يدرس كم عكرا يعني ما تقال شكلي تسرتي ونكلر كم هيا حضورنا وسمين كنا مركا تحسينا وحنا كذي دنا مالتا مكان اسمه برقين اللي بدو إن شاء الله تعالى مركا يحدد وقت أصل سؤال شق وضوء بسوير سياسة الدارمة هدي بدأ مريكا مركا وما الحين يحددوا سياسات كي حديدين أنفعني وحويان سداء استراتيجية دي لوجو بدلاء وحديد ولمتي تعس لوجو بدلاء شقرا وحقا شقي صدقرو وزارة داري مهدي بدأ وزارة قاشان دكا هي وزارة وحقا شقي صاب خبراتك صدق هذا ركّم بدأ يا الله قديم هذا حويان على تريال ولذلك مرايكا كم مال وقف حكمه معه ومال أنستيش كتريو لغونا إلالية مصالح المرايكنكا أو لغا إلالية إنو قف قرار تقرار إنتا لقاتو لأن تأثير كيسا دلاء أنبار نغلايا مكا لو مدى يمركا قف قرارات إنو ديسيشنكا وقاتو هات ديا جاروحا مكي بلادي ما دلاء العين لبيه طبعا قف باميشا فرد دلبزونك دولي أسلا دولي إيه كانت استيشنكا هو أسلاقاتي كل ودولدي عميق قرار أسلا فرد مركا سداب اللوجو بدلا استراتيجية ده ليميتد محدد ملكو حديدا صوماليا كحدين تاي جيبوتي كحدين تاي أفريقيا كحدين تاي أساس ويا أقبح إيه شيخنا مركا مسلمين تمريكن كيجا نفس الدولة مهمهم واه قرط الدار الشدة أيك قيب قاضنا يانوي عضينا يان مسلمين تمريكن كصدق بالواقعية إلا نقوله البطن بهذا هاي مسلمين تمريكن ك أقويان كواوي للمسلمين ده يرجع جوجا إن بريغن حو مراكز تواوين كل إمارات كقطر مصر وندبقري دراسة كسمه مراكز مسلمين أمريكان كأوردن علاقة بأفر مسلمين كسو جيدا بريغن حي وأبدا فلسطينيين لبنانيين يمني وحرادين يدور شدودا يعودين تودا قد يد غزاء سداد راده ومعودين دونان ترامب ومن عودين دونان هلالي كمال هاريس بكوتا كمال هاريس كمال هاريس يرانو صدح لبضوا منا ومعودين يا لبضوا قاروح وعودين دونان قبرنا كلا بارت حزب أخطر كمثليس يهودي يدا قارن عدكو ترتيلي دونه ما كرني دونه لاقي مركم دوا وصاص وحال المسلمين تا والله هذا كله المسلمين تا صومالي دا إياك هو حاخص يا أريد تبرك الحنوة خصيصة مسلمين هابو خصيصة صح لكن سير خصيصين هادين أريمها إياك خاص كقوة أوه لا تقال عن إسلاموفوبيا وإياك تعبنا يا yes كرتين وحاكلو تعبنا يا وراقضها إنها هي سين بطني هو دربي كبوت لقيت ما كنا قفا. yes. وحكروا هايستا شركتها يري ليهين. ودقال لقو سوق هذا كان عسكر وكبر دقال لقو سوق هذا ولا هذا حلو سوق قال أنا بقرنه. أفر. يك أول واحد لما كان كارك شباب يب إني إني إرهاب لش قيام. أرجيسيها. أرجيس لش قيام. لقو حلو. مركا يك كرة. وح وح عضين يان. دنتو ذا مريك النمو. أو إنه يعان محيط ده يوجدها سئانا لوعد وسن مريكة نعديسة مركها يو عضينا يعني ما تشاك منه لكن هيجي دونان ده نهوجا ويكدوا وين مركها تذكر كسوجة بريك بريك حسيت فلسطينيين تي لبنانيين تي هرشام اليمن يقولوا كسوجة ويكدوا وين وحنا ويلو ذا كان لكن ويكدوا وين لكن كوا غير ير يعني يرضى سوي ولا جنريشن وصوص على واحد وين وقرضة تيك توك وي مالنا يك وصلها كرتي والله وصمها صدح ومرايكه كمدو
African American America ee muslimka ah sax iyaku boqolkiiba 90 waxa uu codeynayaan Kamala why waxa uu codeynayaan horta waa gabad jirahan xigta amada waxaan diin ahaan lama dagaalamayso arrimaha caalamiga ah ayaa ka muhiim ah waa muhiim ah lokalka maneekni dhaldiisa uu dhisaa muhiim gartay qolada saddexaad oo qolaas qolada afraad ku hadhay qolada afraad ku hadhay wax weeyaan waa dhalinyarada muslimiinta ah oo rimaal mutaharika ah maxaa garta arar dhaqdhaqaaqaysa oo inta badan caatifadu wado marka loo aqal celiyana ha dhahay arun waa kuwa ku taasura TikTok sawirada la soo dhigayo aad ugu taasuraya naxaya mowqif uguna taa ku saleynaya kuwaas marka waa bacaadka goorgoora goorgoora weeyaa gardaalika in maan dhawata hadlayay oo saabin laado ka yimiday Giriiska wuxuu yiri hadii loo footeeyo Kamala uu ooyi waa ay kaniga tahay dhiigga falasiriinta lagu tultumayo oo lagu socdo iyo ma garan haye hadii loo footeeyo Trumpna bidiga wuxuu istaagayaa hadii loo codeeyo labada loo codeeyo waayo oo kabarka loo codeeyo Trump soo baxana yaani aqliyad istaraatiiji ma inaad u yidid ma oo dalka aanu waxa kala saaraa marka waa emotional waa emotional ma rational ma kuwa soo la hadlaya marka dhalinyarada ay TikTok ku jira ayuu la hadlaya dadka lama hadli kale yes dalka waxaan idhaahdaa bukaayatu du'aat laysa laha nasiib fi siyaasada oo inta dadka du'aadu oo yaan siyaasada maana kuma leh siyaasadu waa qadaya istaraatiijiya نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان رجس حيانا ودريسنا دريس ولا نورا وتدخل دمته وقصه دمته وحدي مصاعد استراتيجية سوق سياسة كهل دونه يحد أوه يوم مرت سياسة إيموشن إيموشن الملا لكن مركو إلهي سهر جو أوه يجري إلهي سبكة مرك دعاء وحمبر لها وروه أنت قولي هلا تكها أدي إلهي أني هاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب إلهي مع ذهبه waa hoos fadhiyan dalliga ilaa maxaa kamida warajulun baka khaliyan min khashyati llah isagoon la arkayn ooya cabsi ilaahay mush awba naas inaad ku uydid maaha marka amba isku hoosisid maaha albukaa yani waa qadiya waa cibaado weyaan baatiniya wayabkuun wayaziiduhum khushuuca laiskuma xido markaas marka aniga bukaayatu ninkaas waa naxay markuu ooyay لكن عرب انا انا تكن عيسو قلت له اوكي ما فهمي كرتنا وحلو با استراتيجيه ان دورتان لبطه من هذولين كانوا واسان كانوا اساس مو اخرين ما الى صعتها سيف يعني ما كان هايله قولده افرادي واخ ويا قولداس قولداس انه ولي ما دكن وانزياح بكجران مركو عين وقت في عين لك شس مركه ايغان قضيه بريغ دحان وين نحيا وما دنحسن هاي فعلا وقضيه خطيره واباده وامر الترتري ويا من الترتري اه اصلا ما تقول شيء وقريه مارتي ان يحيي الله هذه بعد موتها لا قدغي سبحان الله قزا يا كدغي حوين استراتيجي وبعض بقى قال واحد سويد يعني في تحلك اس مركو لو في عينه مركان ترامب يسبب دغينو كمال ما كسبب دغينو ان اورتا كمالا وبدحيل كحيين بحيل كحكم عوديين ما كشجع الدرامات بحيل كحيين قرط السياسة كم هو صبيعة مسميش بس كفر ده مكر دونا الكار لوير عام بحيل قرط شقيس محيطة وين أصلق الدستورية أنا محيوية قانونية أنا محيطة ودي سمحيت بقى تاك هاي منه وحويا بحيل ترامب ما ديك بدأ هذيني محمد بحيل ترامب بحيل ترامب وبيع بشتر بريد هو يبيني أبا بقول مليون بوقع قاتني يهودية oo marte kolost ragan xagan jooga wuxuu sameeyay qas wuxuu saxay buurta goolan ay dhahdo inay Israa'iil leedo Suuriya ma leh ma hadda qanuunka dawladda Suuriya ah oo saxay Bayt al-Maqdis nuxu ka dhiga caasimada wuxuuna soo wada Israa'iil kubra marka qiraa'adka cilmiga ma jirtay wax laga sheekeyna maxay tahay wuxuu sameeyay kana wuxuu qiraa'ad caatifiyada marka dadku waa sidaa afarto say muslimiinta mareekuna afarto oo kala baxay